وانا قبل ما نروح باش نشوفه خذي البريه كانت عندي وجدوها جابوها لي هزيت هذا في جيبي ورحت كي تلاقيتو كي قال لي معليش نجمو نروحو حتى للسبت تلوسي شالي هاي بريه وجدتها لك كيما تحب يا تضيف يا تنقص يا تدير واش تحب تدير هاي البريه حكاية وشفته باللي متصمم باللي ما يهضرش في التلفزيون والبرية اللي وجد لها ودتها في جيبي كي هزيت سي احمد ودتها في جيبي لأنه قال اليوم دونك فاليك جو بير لا لاتر افيك موا وشفته متصمم باللي ما يهضرش في التلفزيون قلت له سيد الرئيس على الاقل لو كونسي كونستيسيونال او موا ادريسي فو كونسي كونستيسيونال قال لي هذه وي دات يدي في جيبه جبت البريه قلت له سيد الرئيس هذا سيت اون انيسياتيف دو لوتر بار شوفها دير عليها واش تحب والله سمعتي وكل شيء كنا قلنا باش يقراها في التلفزيون قراها على الكونسيرت سيد الجنرال قلت قبل قليل انه في زيارتك انت سي احمد جنوحات للرئيس عطاولك لونفلوب وحطيتها في جيبك انا اللي طلبتها ممن شكون اللي عطاها لك يعني شكون اللي كتبها لي السيرفيس تاعك ولا عطاوها لي قبل مجموعه لك مجموعه العمل اللي كلفتها مجموعه العمل اللي بكلفتها في الامور السياسيه شحال عدد تاع هذه المجموعه شحال كان عددهم منهم لا فيهم مدنيين خاصه الناس نتاع دابور يا لا كونستيتيسيون كاين دي كونستيتيوناليست كاين دي زافوكا كاين علي هارون كاين واسمو كاين لو سول وي تغيت كان تواتي كان ناحيه سياسيه تقريبا كانوا زوج كان جنرال تواتي وجنرال تغيت لان مستشارين لا من المدنيين كاين زوج كاين علي هارون كاين واحد من العسكري كاين زوج تغيت وتواتي كان علي هارون تجيني نعود إلى اللجنة التي شكلت وقامت مثل ما قلت من قبل بإعداد نص الاستقالة أنت تقول دائما أن الذي كتب حرر الاستقالة هو السيد علي هارون بمساعدة السيد جنرال محمد تواتي طبعا معروف أنه وقلت مثلا أنك خرجت الاستقالة من قميصك من جيب قميصك وأعطيتها لرئيس الجمهورية ليقرأها دون أن يغير منها أي شيء المعروف أن تواتي أو علي هارون لا يكتبان باللغة العربية والنص الاستقالة كتب باللغة العربية وبخط اليد وسلم إلى الرئيس هل من قام بترجمة نص الاستقالة سيد نزار؟ مانيش عارف اللي قاموا بكتابة هذه البرية هو بفليد اللي سميتهم بالطبع ترجموها يعطيوها للرئيس مترجمة ترجموها بترجمة مانيش عارف من شر دون ذنب نغرقونا بالمحن من لم يخاف الله فينا لم يراعونا ولن من شر دون ذنب نغرقونا بالمحن
من لهم إلا كمن من لهم إلا كمن